تتكلم اللغه معنا، انت العربي ومتكلم العربي، يصرخون على بعض، شفت من بعيدهم يصرخون على بعض، يصرخون قاعد يلعبون على بعض. ها بالله شفت، بالله شفت فلان امس والله يا الله يهديه، ها تصارخ، قاعد تسولف على شيء موضوع يضحك امس صاير. هو يضحكك من بعيد يحسبكم تطقون. خاصة مثلا ما شافكم تبتسمون او تضحكون تصرخون، اتوقعكم ضربون وانتوا قاعد تسولفون. نفس الشخصين ذولي ممكن يصرخون بالفرقة يتهاوشون. يا رب يتهاوشون. في كل الحالتين كان يرى انهم يتهاوشون، هل بالفرقة يتهاوشون؟ الأولى كانوا يلعبون، الثانية كانوا يتهاوشون. حكم على الصراخ. لأن ما يفهم لغتهم. أكثر الناس ما يفهمون لغتهم. فيربطون حركة الحصان هذه بالحركة اللي سواها معي انتهى. طب مع 10 غيرك سواها بهدف آخر، وضع آخر. معهم أسوأ ومعهم أحسن. لا ما يدخل. هنا مشكلة طريقة تفكيرنا خطأ. طريقة التفكير. انت بشخص احمق، انت بشخص غبي، انت مثلا شخص ما عندك موهبه، لا بس طريقه تفكير فقط. زي ما تقول شخص ممتاز بس مدرسته زي وجهي، المدرسه دي دبلتها مخربتها، ولا عنده زي ما تقول نقول استعداد او قدره او لهم. فهذا رايي في موضوع اللغه، لغه الخيل، لغه الجسد الخيل. مين بيشوف تصور لغه الجسد، الركوب الطبيعي، التحرير، التخيل، المواقف اللي بتكلم فيها ولا مثلا جايب من فتره لمجرد انك انت يعني ما عندي احد فضفض له فقط تكتب لك بالورق. لما تفكر فيها مين بسهوله يتصور؟ طبعا هي ليش سهله؟ لان كل من هبوا دبس ما يتكلم فيها. انت خيال تكلم فيها 10 ياخذونها من يتكلمون فيها طبيعي فاكثرت، لكن كل الطرق تكلم فيها. لكن لابد تثبت لي اثبات ليش. يعني انت لما تدخل عند قاضي تقدم تهمه لانت مطالب بالدليل، ما يمكن تطلب من الناس المدلين. انا اتهم تهمه معينه، حتى يقول لك لا انتم تجيبوا الدليل. ليش يا شيخ؟ لا بد جدا. طبعا كل الناس في الخير جم مدري حلو، بس يجيبون ما يورون عند القاضي تهمة حبر على ورق وماذا يقول لهم مثلي توريني وعندك بدل قوية الحمد لله والدنيا ولا هو اللي هو مع الخير نشوف. هذا اللي خلاص زي ما قلت رب ضارة النافعة، يعني من نواحي ضارة من نواحي نافعة. اللي ينفعهم إنه إذا ضمن إنه ما يخليك تشوف وراكب يا أخي راح تمعك تتكلم يبربر يخربط، بس ما أهم شيء لا تشوف وراكب. نفس الوقت ميزتها انك تقدر تصيد يعني وراك، ولو صدت تعرف انه خطأ. هل سوى ما قال اثناء او بعد او قبل ما قال او لا؟ اكثرهم اثناء وبعد وقبل ما يقول الشيء يفعل عكسه، وما يفعله يفعل عكسه، والناس تستمر تناقشهم. ف هذا رايي موضوع لغه الخيل، تحريك الاذن يمين يسار قدام ورا، الضرب بالارض، تحريك الذيل، رفع الراس، تنزيل الراس، الحرارة والهدوء، التقويس عدم التقويس، القوة والضعف والخفة، هذه كلها صفات الخيل تفعلها بطبيعتها. إن تعاملنا معها صح سوت هذه الصفات بشكل صحيح، إن تعاملنا معها خطأ سوت هذه الصفات بشكل خاطئ. الطرق الخاطئة تعامل معها خطأ فيخرب، الطرق الصحيحة تعامل معها صح فيزين. القفل بجميع أنواعه يمنعون الحصان منع إيجابي، فيطلبون منه فعل هذه الحركات لحدود القفل، لحدود الفراغ. في وقت السلم يتقبل، وقت الجد أول شيء يسويه يحاول أن يهرب من القفل، فيسوي هذه الحركات يستغلها بك. فالطريقة الأصح في نظري ما أمنع من فعل أي حركة من الحركات، فقط أواكب. اهذب بالشكل اللي أنت تبغاه، خب بالشكل اللي أنت تبغاه، مسار بالشكل اللي أنت تبغاه، واقف بالشكل اللي أنت تبغاه. اللي يصير إنه هو مع الوقت يختار الشكل الصحيح الإيجابي، لأنه السبب لفعل الشيء السلبي والهدف لفعل الشيء السلبي انتهى. هو موجود، فليش أسوي؟ قلت أنا كانت عندنا مقاطع فيديو كثيرة. حصان في البر يقوس زي ما قلت مع واحد، قال حصان في البر يمد رقبته اللي معه الحمار أكثرهم، أوه شفت ها يلا عد عليه. قلت بس أنا قلت طيب العجة أنت وياه مبسوط على إنك غشيم تكب هنا وبس منتهي أنت كحصان كانك حمار، اصبر اسمع الرد. أنت تقول الحصان في الطبيعة ما يقوس، الآن شغل دبي ريسنج ولا ناشونال جيوغرافيك وشوف الحصان في الطبيعة، لو جاب برنامج على الطبيعة تقوس ما تقوس تقول له يا خراب، ولا شغل مقطع. قال هذا ما له دخل، شو ما له دخل؟ الحصان في البر، يبوك حصانك بدوك أو حصان مركوب، حصان في البر لما يجي عندك فرس يشبيها لي شيء يقوس، يتضرب مع الفحول يقوس، وبعد شوي مد رقبته ياكل، مد رقبته وقوس. يعني طبيعي أني أسوي الثنتين بطريقتي، أعطيه حق فعل الثنتين. نفس الحصان في نفس الطلعة ممكن يقوس ممكن يمد رقبته. الطريقة الأمريكية واللي تابعين لها يفرضون الحصان، يفرضون على الحصان فرض أن يمد رقبته، وسلبوا منه تقويس رقبته، يعني أصر على التقويس. لا مو يقول ركوب طبيعي، ركوب زين صح صحيح صح، بس طبيعي كيف؟ خط طبيعة وش الطبيعة؟ لكن العكس
المباراه الاسباني لما يفرض التقويش يمنع مد القبر. حلو خد طبيعه بس منع الطبيعه كيف تكون طبيعي من زين بس تكون طبيعي. اذا لما تقول ليش لا تسمي طبيعي انا اعطيته فرصه يسوي اللي يبغاه تبي تحتار تفضل هادي تفضل عمد القبر تفضل تقوش تفضل انا معك ما منعتك ولا امرتك الامر والمنع وجهان لعمله واحد. لما قلت طبيعي وعلمتك ليش طبيعي قلت تحرير علمتك ليش تحرير قلت تخيير علمتك ليش تخيير قلت مواكبة علمتك ليش مواكبة هم يسمعونك غيرك المواكبة ليش شوف شايف تحرير تخيير مواكبة تكون طبيعي ليش شوف قهوة بس خلاص كل المواكبة وقهوة تعش ما هكذا توكل الكاتب هم بالدعوة تدخل في المحكمة وتتهم شخص أبشع اتهام ثم تطلع ولا أتهمك طيب القاتب ود دليلك ما خليه يثبت اني انا خراط، خليه يثبت اني كذاب، ما يدخل، ما يدخل، لا يا شيخ. انت المتهم، المتهم هو المطالب بالدليل. ثم المتهم يطالب بانكار يعني الادعاء المدعى عليه ويجيب دليل. خاصة اذا كان دليل انه جاك خوي. لكن لما تتهم ما عندك دليل بيطرق برق بوجهك، فما في قضية. ف نفس حركة الحصان ممكن يسويها، ممكن يمد رقبته انا شخصيا بطريقتي بطريقة فلانة بطريقة الاصح ما تمنع حصان من الشركة. هدب خبب مسار ما تمنع اللي يصير مع الوقت هو يختار الصح لانه حاج زي ما قلت ما يسوي الخطا الا اذا كان عنده سبب وهدف اذا راح السبب وراح الهدف يختار يعني ابدا ما يكون عندي هدف اني امنع لا وكيف ساعات انا اكثر خير تختار الصح اكثر تخف اكثر تكون متوازنه بين مد القبو والتقويس اكثر مثلا نفسيتها تزيد لكن ما افضل الطرق الاخرى يفرضون انفرضوا فرض سلبي دق خشمهم وانفرضوا فرض ايجابي يزيدني لحد كبير لكن لما يجي وقت الجد ممكن يحوسهم بعض الحالات فيعتمد على الوضع. فالأذان الذيل التقويس مدر قبل حارة الهدوء تعتمد على الطريقة الخطأ يمنعون منع سلبي ويخسرون الصح يمنعون منع إيجابي وينجحون لكن لما يجوا في الجد يخسرون والأصح يعطي الحصان كامل الحرية لفعل جميع هذه الحركات ويواكبه ومواكبة الحصان تخليه يتحكم تحكم اللي يخليك تقول للحصان قمة لا أنك ما تقول لا أبدا كتبه هنا قمة اللي خلينا نقول النظام العسكري أو قمة التحكم التام أو قمة خلينا نقول يعني خلينا نقول الديكتاتورية تجيبها عن طريق قمة التحليل كيف في الخير زي ما قلت أنت على طول يسطح مخك بعيد عن البشر كيف يا أخي تقول التحكم التام يجي عن طريق التحليل يا غبي أنا أتكلم عن البشر خير ما أتكلم عن البشر عيد كذا النقطة البشر كلما زادت القوة والتحكم قل الحب والذكر قلت الثقة وزاد عدم الثقة في الخيل العكس تماما لأنه واقع أن الخيل كلما استعملت القوة كما خسرت ليش يحبون التحكم؟ حصان والفرس ليش يحبون التحكم؟ كلما تحكمت معناته أنك استعملت قوة أقل والعكس صحيح البشر العكس ليش تتحكم في تحكم تام أنك محرر؟ والبشر العكس كلما حررت كما فقدت التحكم هذا واقع ليس رأي ذا كلام جميل واقعي غير كلام جميل مو بواقعي بل بالعكس كلام قبيح واقعي مع أنه عادة كلام واقعي ما يكون قبيح خلنا نقول مو بجميل مرة يعني مر خلنا نقول أحسن من كلام حلو طعم زين بس كذب لو كان الدعوة بس مجرد أنك تسمع كلام حلو اسمع كذب أحلى الكلام هو الكذب فأكذب الشعري أعذبه أو أعذب الشعري أكذبه ف أعذب الكلام في الخيل أكذبه بالنسبة للجهلة المجانين لكن الواقع يعني يختلف فلغة الخيل لغة الجسد الأمور كما كان الناس ما بسهولة يتصورونها يعني موضوع عميق جدا استمرها زي ما قلت لما أهجم على الحصان هش الحصان هش وأثناء نحشته واقف بالزاوية ناصيها بأقصى سرعة وقف مطاط ما يسقلني هذا الخيل الخيل ما تسوي أمه ما تهزم الثقة هذه معه أمه لو تجي كذا صقر قدامك تشوف لما يخاف معي يواجه الشيء المخيف وأنحاش عنه بشيء مخيف يجيني أو أهجم عليه بشيء مخيف ما ينحاش أمه ما تخليه يصل الثقة هذه أبوه ما يقدر يخليه يصل الثقة هذه أعيد وأكرر الشخص اللي عنده هدف معين وحقق هذا الهدف انتهى لا تناقشه ناقش نفسك لا تناقشه حقق هدف عنده هدف يبحث عنها فما بالك عنده هدف وكان يرى انه مستحيل انه صدق الناس انه مستحيل ثم مع ذلك حققه ثم تجي تبغى تخلي الهدف ذا اللي حققه عقب ما قال انه مستحيل
تخليه يرجع للشيء اللي كان شريكه ما تخلي الخير. ما تجيب لي شيء جديد، ما تجيب لي شيء احسن، لا جايب لي شيء اسوأ، مو بس اسوأ جديد، اسوأ قد سوى. ما يدخل المخ. فهذا رايي في موضوع اللغه، لغه الخير. طبعا اللي شايف المقاطع لا اتوقع قبل قد تكلمت عن اللغه دي اكثر من مقطع، بس مع كثره المقاطع ما اتذكر تكلمت عنها بشكل واضح ولا. ف لما اروح ادور واتاكد اتكلم فيها مره واحده، يعني اعيدها مره واحده احسن. يعني قد اكون تكلمت عنها في كم مقطع، كم 32 يعني، واحد كم واحد في الغرفه، وكم واحد بال مع المهر السنه انا قاعده، كم واحد مع المحجل صار مشعل، كم واحد مع صار اصفر، ما اتذكر. لكن اتوقع تكلمت عنها كم مره، فالواحد يدري بها عنها في القناه اتوقع. لما افهم من الفيديو هذا قد يفهم من مقاطع فيديو اخرى. هذا رأيي في موضوع لغة الخير والعمل الصالح.